مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، راح تنبسطوا معنا، خليكم لآخر الفيديو. قبل كم يوم جت لنا فكرة إنه بهالشعبات والحار كتير شعب، ليش ما نفتح هيك دكانة لطيفة جنبتنا، يستبردوا هيك الناس نبيع أشياء عشان يستبردوا بهالشعب. هلا شوفوا شو طلع معنا. هو بالعربي لماما بس بالانجليزي ليمونيد. كان كتبنا ليمونيد من شان شو اسمه، راح نبيع عصير ليمون ونعناع. سمينا الدكانة تعالوا استبردوا، هون عنا العصائر ليمون ونعناع تمر هندي كركديه، ونبيع اشياء ثانية برضه، وهلا راح تشوفوها. وهيك زلفتنا امورنا هون. في عنا ليمون ونعناع، تمر هندي، كركديه، الكم، بابا، طبعا اول مرة من البيت، طبعا شهد كثير غريب، يعني اول مرة من البيت طبعا. قاعدين ونستنى الزباين. متحمس. هاي اول زبون. ايش الدار؟ يلا باي. يلا باي. هلا اجوا زباين اشتروا عنا شوكولاتين وعلكه. بدنا نشوف متى بنخلص غدايتهم. خليكم لاخر الفيديو، احضروه كله كثير بجنن وبجنن. انا بصراحه يعني ناس يعني جايين غير متاخرين. عصير ليمونه ونعناع الكاس بربع، تمر هندي الكاس بربع، كركديه الكاس بربع، الشوكولاته 10 قروش، شبس 15 عيكة تنتين وشيلين. هلا بعنا أمينة كانت كركدة طبعا، هو قال إنه بحب الطبيعة فقال اشترى منه. انا وريان ليلى ليلى وعشرة قروش. تفضلوا. يلا اعطونا 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 يلا نشوف. انا بشوف معنا تمر هندي. اعطونا اعطونا تمر هندي. تمر هندي تمر هندي. اشرب. انا بدي لا 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 طب خليكم يا حركنا هلا. والليمون قد ايه حقه؟ كله ربع يا واحد. هذا thank you.
هيبان شوية. يلا بيخلص. طبعا هلا صار الدنيا ليل خلص بدنا نسكر، وبكرة لأنه بكرة عندنا مدارس وهيك شيء. هلا بدنا نشوف قديش احنا جمعنا. هلا عدناهم طلعوا 4 ليرة و65 قرش. هلا بدنا نسكر عشان بكرة عندنا مدارس، وبكرة بنرجع بنبيع. يلا تصبحوا على خير.